تداخلت الأزمات في لبنان وباتت تبعاتها وانعكاساتها أكثر وضوحا وحدة على مجمل الحركة الاقتصادية، وجاء ارتفاع أسعار المحروقات ليضغط أكثر على هذا الواقع، ولا سيما لجهة السلع المنتجة محليا نتيجة الأكلاف الإضافية التي تتكبدها المؤسسات على الطاقة والتي جاءت نتيجتها ارتفاعا في الأسعار. وما يجب التنبه إليه هنا هو أن القطاع الخاص منهك أساسا، وأي أكلاف إضافية ستوقفه عن النمو، وبالتالي يضطر العديد من المؤسسات إلى التوقف عن العمل. هذه الخزينة قد استنفذت كل قوتها المالية، قدرتها المالية، وإذا ما ألغت هذه الرسوم والضرائب سوف تعوض عنها لا بواردات ضريبية أخرى جراء نمو اقتصادي جيد، وما في نمو، صار لنا سنتين من دون نمو، إنما سوف تلجأ إلى الحلقة المفرغة يلي هي صرنا نعرفها الاقتراض. أسعار المواد الغذائية ستكون من أبرز السلع تأثرا، فإضافة إلى كلفة النقل والتوزيع هناك كلفة الإنتاج التي تمثل الطاقة منها بين 4 و5%، وهذا سيؤدي بالطبع إلى خفض القدرة الشرائية للمواطن. ويؤكد المسؤولون أن لا قدرة على خفض سعر صفيحة البنزين في ظل الارتفاع الحاصل عالميا في أسعار النفط، وفي ظل الرسوم المفروضة من الدولة التي تشكل مردودا أساسيا تعتمد عليه خزينة الدولة. هذا قطاع حساس، قطاع حيوي، قطاع ينتج للدولة 30-40% من ميزانيته نقدي. هل يعقل أنه ينحط ضريبة على البنزين أو المازوت ويأخذوا على التفاقة بعدين؟ وتؤكد المصادر بأن استهلاك المحروقات اليومي تراجع من حوالي 5 ملايين إلى 4 ملايين لتر، أي بنسبة 20% نتيجة ارتفاع الأسعار، حيث تجاوز سعر صفيحة البنزين 25 دولارا، علما بأن الدولة تفرض على كل صفيحة بنزين ضريبة على القيمة المضافة بأكثر من 5 دولارات بالإضافة إلى رسم استهلاك. ومن المقرر أن تتحرك النقابات العمالية احتجاجا على هذا الواقع، لكن الملفات المطروحة للبحث متعددة ولا يظهر في الأفق أي مخرج يستطيع أن يخفف من كلفة الإنتاج. الكل في لبنان في مأزق، ولا سبيل للخروج من هذه الحلقة المفرغة إلا بإعادة تعريف مفهوم الدولة وسياساتها الاقتصادية، فالخزينة استنفذت كل قوتها المالية وهوامش التحرك باتت ضيقة. جيهان المصري، CNBC عربية، بيروت.